مرحبا نبيل، يعني 15 شهيد حصيلة هذه المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة، التي تستهدف بها طائرات الاحتلال للمرة السادسة على التوالي مدرسة الجعوني التي تأوي الآلاف من النازحين. بالمناسبة نبيل، هذه المدرسة هي تعد الأكثر عددا من النازحين يتواجدوا داخلها، وهي تعتبر الأكثر يعني تواجد للأطفال والنساء. هذه المدرسة الاحتلال الإسرائيلي قصفها قبل ذلك 5 مرات، أدى ذلك لارتقاء عدد من الشهداء. هذه المرة الاحتلال الإسرائيلي لم يقصف بوابة المدرسة، ولم يقصف مقاومين، ولم يقصف عسكريين كما يدعي هذا الاحتلال الإسرائيلي، بل قصف مخزن تابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين. يتواجد داخل هذا المخزن مجموعة من الكتب المدرسية، مجموعة من المجلات، كذلك الأقلام والمستلزمات والقرطاسية الخاصة بهذه المدرسة، إضافة لوجود يعني مستودع بجانب هذا المخزن يتواجد به عدد كبير جدا من المعلبات التي تقوم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بيعني جمعها، وكذلك يعني جلبها من الخارج عبر المعابر التي يعني تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتقوم بتوزيعها على النازحين بمراكز اللواء. هذه المجزرة الإسرائيلية دمرت طابق كامل داخل هذه المدرسة، أدى ذلك لارتقاء 15 شهيدا، عرف من بين 15 شهيد 10 شهداء، بينهم 6 من طواقم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الذين يعملوا ضمن طواقم إدارية وطبية وطواقم كذلك عاملة داخل مركز اللواء التابع للأنوروا. وبالمناسبة حتى طواقم الأنوروا وهم نازحين داخل هذه المدرسة، لهم أهل ولهم أسرة داخل الفصول المدرسية التي اتخذوا منها مكانا للنوم ومكانا كبديل عن منازلهم التي هدمت وقصفت في الحرب الإسرائيلية على غزة. عدد كبير جدا من الجرحى، لاحظنا بوجود عدد كبير جدا من الأطفال والنساء، هناك دمار كبير بساحة هذه المستشفى، هناك خيام دمرت وحرقت، هناك كذلك طوابق وفصول مدرسية دمرت بفعل هذه الغارة الإسرائيلية العنيفة جدا التي طالت يعني هذا المكان الذي يأوي عدد من النازحين، أكثر من 6000 نازح يتواجد داخل هذه المدرسة، معظمهم من العائلات الفلسطينية التي كانت تتواجد في مدينة غزة وشمالها، والتي طالبهم الاحتلال سابقا بالنزوح والخروج من مدينة غزة وشمالها، وأن يعني يذهبوا لمناطق جنوب قطاع غزة للنصيرات ودير البلح ومنطقة الزوايدة. جاءوا هنا للجعوني، الاحتلال الإسرائيلي قصفهم مرارا وتكرارا، لا يوجد أي مكان آمن تأوي ويأوي هذه العائلة الفلسطينية بهذا الكم الكبير جدا. نحن أمام عدد لا بأس به، أكثر من يعني 250 ألف مواطن يتواجد فقط في داخل مخيم النصيرات. وبالمناسبة المخيم صغير جدا، قبل الحرب الإسرائيلية على غزة كان يتواجد به ما يقارب 80 ألف نسمة، أي بمعنى 80 ألف مواطن كان يتواجد داخل مخيم النصيرات، لكن اليوم نحن أمام يعني 250,000 مواطن يتواجد ما بين نازح ومقيم داخل هذا المكان الضيق والمكان الصغير جدا، الذي بالأساس هو يعتبر مناطق زراعية كبيرة جدا من الشمال، يعني يحد النصيرات منطقة المخيم الجديدة التي تتعرض بشكل يومي لعملية استهداف وعمليات قصف مدفع متواصل. كان آخر هذه الغارة هو استهداف لمنزل يعود لعائلة أبو معلة، إضافة لغارة أخرى أيضا استهدفت منزلا يعود لعائلة أبو عطيوي في منطقة النصيرات، أدى ذلك لارتقاء 4 من الشهداء، إضافة لعدد من المصابين بفعل الغارة الإسرائيلية العنيفة جدا التي استهدفت محيط منطقة المفتي بعد استهداف الاحتلال منزلا يعود لعائلة طومان في تلك المنطقة، إضافة للغارة الإسرائيلية التي نفذت على منطقة البريج ومناطق شمالية شرقية لمخيم البريج، والتي أدت لإصابة عدد من المواطنين و3 من الشهداء بعد أن أغارت هذه الطائرات الحربية على منزلا يعود لعائلة أبو سعدة في منطقة بلوك 12 بالمخيم. الآن عاد الهدوء ولكن حذر نسبيا في سماء وسط القطاع في ظل تحليق هذه الطائرات الحربية، تحليق لطائرات الكواد كابتر التي تطلق النار بين حين وآخر باتجاه المناطق الشمالية الغربية للنصيرات، منطقة المخيم الجديد ومحيط منطقة الدعوة وأرض المفتي ومحيط شركة الكهرباء، إضافة لعمليات إطلاق نار بشكل متقطع من قبل الزوارق الحربية في عرض بحر منطقة النصيرات والمناطق الشمالية لمخيم النصيرات. شكرا لك من مستشفى العودة بمخيم النصيرات محمود اللوح، مراسل الغد.